فأنا عندي أستنى ولا أكمل؟ أستنى ولا أكمل؟ براحتك. يعني أكمل. عندي الباي بارامتر ده هو تقريبا 9.5 سنتي. الباي بارامتر ده ترانسفيرس دامت الهيد وهي نازله بتدخل الانلت بتدخل بالعرض بحيث ان ده الاوكسيبيتو فرونتال دامتر وده الباي بارامتر دامتر. ما تنفعش تدخل اكتر من كده. ليه؟ لان الانلت الترانسفيرس هو اللي عريض. فبتيجي داخله الهيد الباي بارامتر دامتر بيبقى اوكيباينج الانتروبوستور دامتر والاوكسيبيتو فرونتال دامتر اللي هو الطويل وايدلي كده. تمام. ده 11 سنتي مش مشكله. ده تري كونجكت هتعدي منه. المصيبه مش ده، المصيبه اللي هنا ما بين السكرا برومونتري والباك اوف ذا ميدل اوف ذا سيمسس بيوبس. ده اللي بيسموه الاوبستريك كونجوجيت. ده الاوبستريك كونجوجيت وده طوله اقل تقريبا 10 سنتي او 10.5 سنتي. المشكله مش ترو كونجوجيت، مشكله الاوبستريك ده. ليه؟ لان هو بيبقى البوستيريور سيرفيس ده بيبقى كونفكس فبيبقى اقل من اللي انا بحسبه. ده ممكن احسبه واللي تحتيه كمان من السكرا برومونتري لغايه اللور بوردر اوف ذا سيمسس بيوبس ده اهوت ده 13 سنتي. ده بيسموه الايه؟ بيسموه ايه؟ ده الترو كونجوجيت. ده الاوبستريك والتاني دياجونال كونجوجيت. الدياجونال كونجوجيت ده انا ممكن احسبه. دياجونال كونجوجيت بعمل بي في وهذه الايه لغايه ما صبعي يمسك في السكر برومونتري وانا ايه اقيس المسافه ما بين اللور بوردر بتاع السيمسس بيوبس وبعد الايه اللي يعني بعمل بي في سكر برومونتري اهو بلمسه وبعدين بقيس المسافه من هنا اهو. طبعا صبع بس هو اللي بيبقى ايه جوه، فالصبع بيبقى هنا ونهايته هنا. فبقيس المسافه من اللور بوردر بتاع السيمسس بيوبس لغايه السكر برومونتري ده بيديني الدياجونال كونجوجيت وده 13 سنتي وده ممكن اقيسه عادي، ممكن اقيسه عادي. وده لو اقل من 9 والله لو عملت ايه مش هتدخل لان دي 9.5 مش هتدخل. فعشان كده ممكن اعمل ايفالويشن للانلت، هل الانلت ده كونتراكتد ولا لا، بي اعمل الدياجونال. ادي واحد. المهم كله في الاوبستريك ده لان هو ده بيبقى اضيق واحد فيهم وما بقدرش احسبه كويس. يعني ده ممكن احسبه وده ممكن احسبه بالبي في اكزامينيشن، لكن ده لازم عشان الترا ساوند ويتعمل واقيسه واعمل دوشه. فعشان كده الموست امبورتنت دايمتر في الانلت اللي هو الايه؟ الاوبستريك كونجوجيت وده اصغرهم. لو هو 10 او اكتر من 10 مفيش مشكله، هتعدي الراس عادي وتدخل في الانلت. تمام. ده الانلت، ده الاوتلت. ده الانلت ده وده الكافيتي. كافيتي كيرفت كافيتي من السنتر ده للسنتر ده كيرفت كافيتي. وبص الاقي شالو انتيرو لان هنا سيمسس بيوبس وديب بوستيرو لان الكونكافيتي بتاعت السيكرم بتاعت هذا وكل الدامتر بتاعت الكافيتي بتاعت البلفس كلها اتنشرات لان البلفس بيبقى سلندريكال. فالانلت والاوتلت مختلفين، لكن في البلفيك كافيتي كل الدامتر انتروبوستيرور اوبليك دامتر ترانسفيرس كله 12 سنتي
لان الفيميل بلبس سلندريكال ان شيء. بالنسبه للاوتلت دي مفيش منديل تاني. كده اصل احب ايه امسك بالكي كده اهو. ايوه دي شكرا ست. ايوه دي احسن بسرعه. تمام. لو خدت سيتلز كرونال سيكشن في البلبس عشان بس ابين اجزائه، فهبص الاقي البوني بلبس اهو وادي البون الناحية التانية اهي، وادي القلت بتاع البلفس، وده الفولس بلفس، ده الترو بلفس. وهنا هوت في البلفس بلاقي الليفيتور اناي ماسل او البلفيك فلور، اسم للبلفس لترو بلفس، وده برينيوم اللي تحت الليفيتور اناي ماسل او تحت البلفيك فلور، ده البرينيوم اللي فيها ده البلبس ترو بلبس، ده الفولس بلبس، او ده بيسموه الجريت بلبس، وده الاثنين دول بيسموهم السمول بلبس. لكن بس عشان تبقى عارفه ان في القله اهي، فوقيها الفولس بلبس وتحتها الترو. الليفيتور اناي ماسل او البلفيك فلور مقسم للبلبس البلبس فوقيه وتحتيه البرينيوم، والاوتلت اهي في البرينيوم. فلو بصيت للاوتلت بتاعت البلفس هبص الاقيها دايموند ان شيب. ادي البيوبيك ارش اهو، ده الاسكالتيوبروستي، وادي البيوبيك ارش اهو، وادي البيوبيك ارش ده الاسكالتيوبروستي اهو، والبيوبيك ارشو ده الاسكالتيوبروستي اهو، وادي الكوكسكس اهوت، وفيه ليجامنت ساكروتيوبراس ليجامنت من هنا وساكروتيوبراس ليجامنت من هنا ماسك في الاسكالتيوبروستي والسيكرام، وعامل ده الايه الاوتلت دايموند شيب. الباوندرز بتاعته هنا اهوت من قدام سيمسيس بيوبس، وده البيوبيك ارش، وده الاسكالتيوبروستي من ناحيه دي، اسكالتيوبروستي من ناحيه دي، وادي الكوكسكس والسيكرام بوستيريور للكوكسكس، وادي الساكروتيوبراس ليجامنت، ساكروتيوبراس ليجامنت من ناحيه دي، وعامل لي ده الاوتلت. الاقي الاوتلت عكس الانلت، الاقي الانتروبوستيرو ديامتر بتاع الاوتلت هو ال 13 سم، هو ال 13 سم. الانتروبوستيرو ديامتر من اللور بوردر بتاع سيمسيس بيوبس لغايه التيب اوف ذا كوكسكس 13 سم. الترانسفيرس ديامتر ما بين التو اسكال تيوبروسس ده هم دول الايه ال 11 سم، والاوبليك ديامتر 12 سم زي ما هو، من الميدل بتاع الليجامنت ده للميدل بتاع الارش ده. تمام. انا الانلت بعمل له استيميشن ده كونتاكتد ولا لا عن طريق الايه الدياجونال ديامتر او الكونجوج ديامتر او عن طريق الاوبستاتيك كونجوجيت او ترو كونجوجيت او دياجونال كونجوجيت، بقدر احس ان في كونتاكتد انلت ولا مفيش كونتاكتد انلت اكوردنج ديامتر دي. بالنسبه للاوتلت نمره واحد، الانجل ده اهي البيوبيك ارش ده
لو هذا البيوبيك ارش وايد وادميت 3 فينجر تحتيه ده هيبقى كويس. لو هو الانجل اقل من 90 درجة او كانوت ادميت 3 فينجرز ده كونتراكتد. لكن لو وايد والانجل وايد وكان ادميت 3 فينجر تحت البيوبيك ارش والانجل اكتر من 90 درجة يبقى it is okay. بالالترا ساوند ما انت مش هتجيبي منقله صعبه عشان كده الفينجرز 3 فينجرز حطيهم كده ده عمل في السبيس يبقى دي كويسه. ما دخلش 3 فينجرز خلاص دي موست بروبابلي تبقى كونتراكتد مش كده وبس. ده انا بجيب الناكلز 4 ناكلز دولت واحطهم ما بين التو اسكيال تيوبروستس بيدي. لو هي المسافه ما بين التو اسكيال تيوبروستس ادميت الفور ناكلز دهوت كومفورتابلي البلفز ده كويس مش كونتراكتد. ها دي تتحس بقى اسكال تيوبروست موجود هنا واسكال تيوبروست موجود عند العيانه وهي نايمه وانا بحط ايدي هنا اهوت ما بين التو اسكال تيوبروست في البرينيوم. اوكي ما بين التو اسكال تيوبروست لو لقيت ان الاربعه ناكلز دول ادميت كومفورتابل يعني داخلين مستريحين اسكال تيوبروست بعاد يبقى دي كويسه نوت كونتراكتد. لو كانت ادميتد اعرف ان دي موست بروبابلي تبقى كونتراكتد اوتلت. اعرف ان دي كونتراكتد اوتلت. تظف دول كلهم انا اللي يهمني في الاوتلت بالذات المسافه ما بين التو اسكال سباينز المسافه ما بين التو اسكال سباينز اسكال سباين هيبقى هنا اهو هنا اهو المسافه ما بين التو اسكال سباين دهيت هي الموست امبورتنت اللي هي الانتر سباينس ديامتر ودي تقريبا 10 سنتي او 9.5 سنتي دي از فيري امبورتنت. ليه؟ لو الهيد عدت الانتر سباينس هتعدي خلاص ما عدتهاش مش هتعديها لان ديت اضيق واحده فيهم اضيق واحده فيهم فلو الهيد عدت الاضيق واحده فيهم خلاص ما عادش مشكله بقى في الانت ولا تقول لي اربعه ناكلز ولا تقول لي ثلاثه فينجر ولا تقول لي اجيب منقله واقيس الانجل دهيت ومش لا انا مالا ما عدت الانتر سباينس خلاص. وذلك one of the most important investigation انك تعملي بي في للعيانه وتشوفي اللاترال وول بتاع البلفت وتشوف الاسكال سباين هل هو برومننت هل هو انفيرتد داخل لجوه ولا ايفيرتد طالع لبره. لو ايفيرتد طالع بره ما لناش دعوه بيه كويس حلو انما لو انفيرتد داخل لجوه ده هيعمل لي الديستنس هتبقى قليله ممكن تعملي كونتراكتد اوتلت كونتراكتد اوتلت ولا انتوا فاهمين حاجه فاهمين حاجه طيب اللي ما انتش فاهمينه بقى طب انت بتقول لي الهيد هتدخل كده يعني ده الاوكسبت اهوت ده وش البيبي اهو وادي الاوكسبت بتاعته وادي الباي بارامتر وادي وشه هنا وهيدخل هنا ولازم يدخل كده بالعرض عشان الديامتر بتاع الانلت لكن هيطلع العكس هبص الاقي طالع هنا الاوكسبت هنا اهو والفيس بتاعه هنا اهو دي الاوكسبت اهي والفيس اهو ده هيطلع من الاوتلت كده
ايه اللي حصل؟ بيلف. ايه اللي خلاه يلف بقى؟ في ده الرول بتاعت الليفيتور اناي ماسل او البلفيك فلور. لو بصيتوا الليفيتور اناي ماسل ده هيت ده كويس ده الليفيتور اناي ماسل ده الحوض بتاع البلف ده البلفس اهو ودي اللاترال وول بتاع البلفس لاترال وول وده شيت من المصل جاي من هنا وايه وعامل سيبريشن ما بين البلفس والبرنيوم الفايبرز وهي نازله لاترالي بتنزل اوبليكلي داونورز فالفايبرز بتاعت الليفيتور اناي ماسل من الناحيه دي جايه اوبليك كده والتانية جاية أوبليك الناحية التانية وبتقابله في الميدل لاين فبيعملوا زي جتر دي جاية كده ودي جاية كده وبتقابله في الميدل لاين عاملين جتر هذا الجتر ده هو directed downwards and forward يعني قدامه وداونورد والفورورد تيجي الراس نازلة ترانسفيرس اول ما تخبط في هذا الجتر ده هو تلف مش كده وبس ده هي تلف بحيث ان الاكسبت يبقى لقدام والفيس يبقى لورا وتمنتين الفليكشن بتاع الهيد يعني تبقى روتيت وفليكسد وتنها ماشية لغاية ما تطلع من الاوتلت وهي فليكسد اول ما تطلع يحصل اكستنشن للايه للنك ولذلك ده النورمال ان الطفل بيتولد باي اكستنشن بص عليه ايه الراس بتاعته هي وشه اهو والراس بتاعته متنيه وهو نازل بعد بس بعد ما حصل روتيشن لغايه ما يطلع الاوتلت اول ما يطلع الاوتلت يعمل اكستنشن للنك وبص ليه اي باصص لك اول ما يشوفكم يجي داخل تاني يخاف طبعا انتوا واقفين طبعا ايه مكشرين واسنانكم مبرينه وعينيكم مبرقه ويعني ايه منظر مخيف فالراجل بيتخض فتلاقيه داخل تاني ده النورمال ولذلك البلفيك فلور از امبورتنت هذا الجتر از امبورتنت من غيره مش هيحصل روتيشن للهيد ويبقى في ترانسفيرس اريست للهيد وما تتولدش ثانيا الفليكشن الفليكشن ده بتاع الهيد از فيري امبورت فيري سيريس لو لو اكستندد ده هي برضو هتبقى الطفل هيتولد بيسموه فيس بريزنتيشن فيس يعني بص تلاقي الفيس هو البريزنتنج بارت من تحت فيس بريزنتيشن ده ريزل جدا في الدليفري بتاعه فلازم تبقى روتيشن وفليكسد واكسبتو انتيريور الاكسبت لقدام ويتولد باي اكستنشن فاهمين حاجه؟ عشان كده ده الامبورتنس بتاعت الليفيتور اناي ماسل تمام طيب ازاي اعرف ان الراس دخلت في الحوض؟ الراس دخلت في الحوض ديت بيسموها engagement head engagement الهيد engagement ده بيحصل عند الليفل بتاع الانتر سباينس ليفل انتر سباينس ليفل ولذلك لو هي حصل لها انجيجمنت هلاقي عند الانتر سباينس وعدت الانتر سباينس ليفل لكن كلينيكالي انا بحب اعرف يعني حصل انجيجمنت ولا لا الام ايه الام تحس لا الاكزامينيشن لا من الهيستوري الاول الهيستوري الاول تبص تلاقي ايه في اللاست ويكس بتاعت البريجنسي ابص الاقي الابدوم بتاعتها از فول
من اليوترس لغايه الاكزيف استيرنوم الاكزيفويد بروسيس، والجرافيد يوترس كومبريسنج على الديافرام. فتيجي العيانه تقول لي انا مش عارف انام، لما اجي انام نفسي بيتكرش، فبقعد في السرير ليه بيتكرش؟ لان الجرافيد يوترس كل مالي الابدوم لغايه الاكزيفويد بروسيس، فلما تنام هيزق الديافرام مش هتعرف تاخد نفس. ادي حاجه. الحاجه الثانيه ابص الاقي البروميننس بتاع الابدوم بتاعها مور بروميننت، لان اليوترس كله البيبي كله في الابدوم ما نزلش، تلاقي بطنها مور بروميننت عن الطبيعي ونفسها مكروش. فجاه تيجي تقول لي نمره واحد نفسي بقى كويس، نفسي بقى كويس، وحتى البطن بتاعت اللي كانت مور برومننت قلت، ده من الهيستوري برضو. بس جالي ألم في رجلي اليمين أو الشمال سيتك. أول ما تقولي كده أعرف إن الهيد نزلت وحصل انجيجمنت وعملت كومبريس على السيكرال بليكسس وعملت سيتك، وده نورمال. وكاركترستيك لهذه السيادكة ان العيان if on lie on one side الالم بيقل، the pain will decrease. دي كاركترستيك للسيادكة بتاعت الهيد engagement. طبعا اعمل examination الاقي الفندس بتاع اليوترس تحت الايه الاكزيفويد بروسيس او ميدوي ما بين الامبلات، اعرف ان الايه الهيد نزلت. وطبعا بالالترا ساوند، لكن انا عايز كلينيكالي عشان برضو ابقى مطمن، ودايما احاول تشغلي مخك اكتر من الالات بصراحه، يعني احاول تعرفي من الاكزامينيشن من الهيستوري من الحاجات دي كلها، دي بتخلي المخ بتاعك اليرت. انما لو اعتمدت كل حاجه على الماشين، نفترض الماشين دي اتعطلت، نفترض مفيش ماشين، لازم استعمل حاجات هيستوري واكزامينيشن بصراحه، واستعمل ايدي واكشف واربي كلينيكال سنس في مخي، بحيث ان واربي كلينيكال سنس للهيستوري كمان، بحيث ان حتى لو بالتليفون لو قلت لي انا نفسي دلوقتي استريح وحسيت مثلا بالم سياتيكا ومش عارف ايه وايه وايه، اعرف ان حصل انجيجمنت من غير حاجه، من غير ما اعمل لها اكزامينيشن. تمام كده؟ ده بيسموه لايتنينج. لايتنينج يعني الهيد نزلت، فخف الضغط على الديافرام، خف البرومننت بتاع الابدومين، فحصل لايتنينج. لايتنينج زي انت ما قلتي انها ايه، حاسه انها بدات ايه تبقى خفيفه وكويسه، ده إيه عشان يحصل ايه الانجيجمنت. في تايبس للبلفس ايضا، في اربعة تايبس مشهورين، اللي هو الجينكويد. والجينكويد ده تيبيكال في ميل بلفس، من الانلت والدام والاوتت والدامترز وسلندريكال ووايد انلت وايد اوتلت. فالاسكال سباين نوت برومننت وايفيرتد لبره، عشان كده انتر سباينس، ده تيبيكال فيميل جاينوكويد. في اندرويد هبص الاقي البلفس فانل شيب، يعني الانلت والايه اوتلت كونتراكتد وفانل شيب، مش سلندريكال زي الجاينوكويد، لا فانل، بحيث ان في اوتلت كونتراكشن، والاقي الانلت بتاعته مور برومننت سيكرا برومونتري هارت شيبد،
والانتروبوستير بيامتر بتاعها ضيق والاوتلت كلها ضيقه ومور برومننت للاسكال سباينز. ده الاندرويد. في البلاتي باللويد. بلاتي باللويد هذا البلاتي باللويد بيبقى عريض بيبقى كونتراكتد كونتراكتد انلت كونتراكتد اوتلت كونتراكتد كله لان هو بيبقى ايه فلاتند. فالانتروبوستير ديامتر رايح خالص سواء في الانلت سواء في الاوتلت فعشان كده كونتراكتد اصلا. بلاتي باللويد وانثروبويد. انثروبويد ده هبص الاقي كونتراكتد وسمول ديامتر وهذا الايه واوفال ان شيب ولونج. طب كده من الانثروبوستيريا دي الداء هنا البلاتي باللويد اخر واحد اخر واحد ده ده الانتروبوستيريا ديامتر هو اوفال. الانتروبوستيريا ديامتر بيبقى اقل من الايه من الترانسفيرس لان هو اوفال اوفال ولونج وكونتراكتد اقل من الايه الديامتر الطبيعيه. ده الانثروبويد كونتراكتد. انثروبويد زي الحشرات انثروبويد. بلاتي باللويد يعني مفلطح. طيب ولو كان كونتراكتد ها؟ ولو كونتراكتد ايش حيصير؟ اللي كونتراكتد بلفيس از فيري سيريوس كونديشن. ليه بقى؟ نمره واحد. The baby will not be delivered normally. We cesarean section is the rule. نمره اثنين لاسباب كتيره جدا كونتراكتد انلت او كونتراكتد اوتلت بتخلي فيه مال بريزنتيشن. يعني الطفل بدل ما بيحصل له روتيشن ما يحصلش روتيشن الهيد وتبقى الهيد تنزل في البلفس في ترانسفيرس عمرها ما تتولد. لازم تفتحي سيزيرين سيكشن او تدخلي احيانا فورسس وتلفيها وتنزليها. ثانيا سيرفايكال ديستوشيا. تبص تلاقي تراما مال بريزنتيشن الاقي السيرفكس ما يفتحش. السيرفكس لازم يبقى فول افيسمنت بتاع السيرفكس يبقى رين بس عشان البيبي ينزل. لا ابص الاقي رين تخينه معناها ان في سيرفيكال ديستوشيا معناها ان ما ايه الكونتراكت ما هي عمليه هارموني الكونتراكشن مع نورمال بوزيشن بتاع البيبي هو اللي بيعمل افيسمنت بتاع السيرفكس فلاقي في السيرفكس ما فتحش سيرفيكال ديستوشيا وهكذا. فالكونتراكتد بلبس ده سير ممكن تلاقي ايه الديليد ديليفري ولا يوترس كونتراكتد على البيبي والبيبي ما فيش بروجريس فيه خالص نهائي ويحصل فيه فيتال ديس او فيتال ديستريس. فالكونتراكتد بلبس ديت رزله عشان كده بتعمل لها ايفالويشن كلينيكالي. حتى يعني اما تسمع ان العيانه بتجيلك في اخر اسبوعين تقول لك بطني بقى كويسه ونزلت لتحت تعرف الان دي كويسه ده دخلت الهيد بتاعه بتعملي بي في تلاقي الراس تحت لان الاسكال سباينز موجود. يعني ايه عمليه الايفالويشن دي ليه ان ده كونتاكتد ولا لا از فيري امبورتنت. حتى وانت بتتابعيها طول فتره الحمل كلها في الشهر بتعملي الهيد ديامترز وبتعملي الانلت والاوتلت ديامترز وتشوفي الطفل ده كويس ولا لا هيتولد نورمال ولا لا لان هو باسج لو الباسج ده عمره ما هيتولد ومال برزنتيشن ومال 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 يعني حط اللي انت عايزاه وكلامسيا وتوكسيميا اللي هي التوكسيميا بتاع البريجنانس يجي لها فيعني ممكن البلاسينتا يحصل لها سيبريشن قبل ميعادها ابربش وبلاسينتا يعني كذا حاجه يحصل من الكونتاكتد بلفس. والكونتاكتد بلفس ده هو حاجه من اتنين يا اما كونجنتال يا اما اكوايرد. كونجنتال يعني الطفل مولود بيه كده زي مثلا مولود باندرويد مثلا ولا بلاتي باللويد هو مولود كده بيه ده كونجنتال او